الو الو الو، شو رقم هذا؟ رقم خاص، برايفت نمبر. اوف اوف اوف. اروح اجيب القهوة مالتي احسن. صدق كذب هاي تخوني كل هالسنين اللي عايش وياه واني ما دا ادري حسبتني زوج لو زوج اني. لك شنو هادي؟ هذا مال من التليفون هذا؟ ويلي اني شو ورطني؟ سنتين ثلاث سنوات هاي تسوي ايش؟ الله اللي يعلم ايش يصير بالبيت هذا. دا اقول اني هالبلات مال التليفونات ليش هوايه؟ هذا مال من هذا التليفون؟ هاليوم صعب، ايش راح ترجع حبيبي من الشغل؟ يعني ليش تسالين؟ ايش راح تفرق وياك يا مره؟ والله لين اريد احضر الاكل، وبعدين همي قلت اروح ازور امي، صار لي زمان ما زايرتها، وبعدين ارجع للبيت قبل ما انت ترجع. ذاك اليوم كنت يوم امك، كل يوم ويا يوم امك رايحه بهالليل، بعدين وين طلع بهالليل يا مره؟ احنا ما نخاف عليك يعني؟ الدنيا امينه هيك فدروا رايحه وجايه؟ اي لا شو اسوي؟ شو انا ابقى وحدي بالبيت؟ وحدي، اقول لك وحدي، اجيال بالمدارس، انت بالشغل، يعني شلون اسلي نفسي؟ غير اقضي شويه وقت، اقتل شويه وقت؟ يعني خلص شغل البيت يا، من يغسل المواعين ويطبخ للجهال، ومن باكر يحضرهم حتى يروحون المدرسه؟ لا هاي مو مشكلة، مو أنا هماتني رح أرجع وأحضر الأكل إليك وللجهال، وحاضرين باكر الصبح. ألو ألو، خبلني يعني خبلني هذا الرقم الخاص، البرايفت نمبر. طبعاً اللي يعرف أني هنا، لا طوليها، يعرف أني هنا ما جاوبك، تمام؟ احكي. إيش تقصد؟ شخصه يعني هذا الاخ ما خاب الا بهيج لحظه؟ ليدق ثاني مره، ثالث مره، رابع مره. ايش تقصد يا مره؟ تصورين اني غبي؟ هذا عرف اني هنا اكيد. حبيبي انت تشك بيا؟ اني زوجتك، حبيبتك، اني انسانه مؤمنه، صادقه وياك، شلون تشك بيا؟ يعني ما افتهم، يعني ما اعرف ايش تقصد. ترى انت يعني صدق راح تسويني عصبيه، شلون انت تشوف بيا؟ انا انسانه مؤمنه وتتعرف زين، كل زين بهذا الشيء، انسانه صادقه وياك. انا زوجتك حبيبتك. من ايش وقت هذه؟ وهذا من الخبر يوميه يا مرن؟ مين حبيبتي هاي؟ انت كل السنين انا عايش وياك بخلاص، بدك تخدعيني؟ صورتك اني ملاك بس انت طلعتي هلاك مو ملاك. بس هذا كلامك كله ما اشتري، يعني كله بالبوش. كلامك هو كلام فارغ، هذا ما اعرف. انت شوف روح شوف اتصالاتك ويا منو، لان هذا مو اني، واني ما اسمح لك، مستحيل، ما ممكن اسمح لك انت تشك بيا، ما ممكن. واني عندي الدليل الثابت يا مره، ارقام الاخ هنانه وارقام ما اعرف منو عندك، واحد اسمه مظفر، هذا اللي طلعته. مظفر؟ نعم. هاي شو بدك تحكي؟ شو الكلام هذا؟ مظفر هذا انسان رجال محترم ومتزوج وعنده عائله، بس انا ما اقبلها منك، ما اقبلها ابدا، ما ممكن. انا دا اتعجب، اكيد صار خلل بعقلك، تمام اكيد. اللي سمعك يقول هاي بريئه، عندها عائله. انت ما عندك عائله يا مره؟ شنو هالتليفونات هذه؟ انا دا ضاحي صار 5 6 شهور، انت اخلاقك كلها متغيره، طباعك، تصرفاتك، طلعاتك، دخلاتك كلها متغيره. ايش تحكي عادل؟ واني زوجتك، انا حبيبتك، انا ما كنت ابد مليون سنه ما كانت تجي ببالي، شلون تشك بيا؟ انت لازم تثق بيا، انا ما تعرفني، ما عايش وياي، انا مو زوجتك، هاي سنين احنا سوا، ما يصير هيك الشك، انت يعني انت ما اعرف شو اسوي يعني، ما اعرف شلون اقول لك، انت لازم يكون عندك ثقه بيا، شلون انت تشك؟ اكيد صار فت خلل بدماغك، اكيد، ولا ما تقول لي هيك شيء؟ صرت ثقه بيا؟ انت بالكنيسه تتباعين علي يا مره، يا ثقه هذه؟
أنا عندي الدليل والبرهان، ما عندي ثقة بيش بعد. ما معقولة، ما معقولة، إيش تحكي؟ والله العظيم أنا ما أفتهم إيش تقول. ما معقولة، أنت تشك بيا؟ أنت لازم يكون عندك كل ثقة العالم بيا. أنا زوجتك كل هذه السنين وياك، زوجتك أم أولادك، أنت ما أفتهم. مستحيل أنت هذا كلامك كله ما ينجرع، كلامك كلام فارغ، كلامك يروح بالبوش. تعرف ليش؟ لانه انت كان لازم تعرف شلون زوجه عندك، شلون زوجه مخلصه مؤمنه. انا ما دا اصدق شلون انت وصلت الى هيجي نتيجه. يا مره كافي عاد لهنا وكافي بعد ما تحملك ولا لحظه. اني شكي كان مكانه، ظني وشكي مكانه. يا مره ما تقدرين تقولي غير شيء. يعني انت ليه هسه تشك بيا؟ هاي زايده منك، ترى انت وايد تبالغ. مستحيل. اوه وايد تبالغ. ابدا انت يا مره وايد تبالغ. ابدا حتى هذه زايده منك. شلون انت تشك بيا؟ مو حرام انت يا ظالم؟ شلون تظلمني اني؟ اني زوجتك حبيبتك كل هذه السنين. نعم حرام عليك. هاي الكلمات بعد ما تاثر بيا، لانه قلت لك عندي الاثبات وشكي مكانه، وبعد لازم احط نهايه لهذا الزواج. انا راح اروح لاهلك وفي مال لا يا مره من هيك زواج. مع الاسف انت ظالم.